صحيح يا استاذ سامي انه موضوع الرعاه اصبح موضوع مهم جدا جدا في عالم كره القدم وفي عالم الرياضه بشكل عام، خصوصا انها ليست رعايه فقط ولكن هي شراكه استراتيجيه لمده 4 سنوات وشراكه تكنولوجيه برضو لمده 4 سنوات مع اتصالات مصر. وبالتالي احنا شايفين ان من الممكن جدا ان النادي الاهلي مع احد المؤسسات الكبيره العريقه اللي موجوده في الدوله المصريه، مع ايضا مؤسسه اتصالات مصر وهي احد المؤسسات الكبيره في مصر، هيعملوا حاجه كويسه جدا مع بعض او يختلفوا بعيدا عن الشكل النمطي للرعاه. انا يهمني قوي اركز على كلمه الشراكه. نعم. لان الاهلي اكبر من يكون بيدور على راعي ولا حاجه، لا ده الاهلي اسمه كبير فبيخش مع كيان ما، هو شراكه متبادله ومنفعه متبادله للطرفين. نعم. فهي فعلا شراكه زي ما قال الكابتن الخطيب في المؤتمر، هي شراكه متبادله وخطوه مهمه جدا لصناعه كره القدم وصناعه الرياضه بصفه عامه. صحيح. لان كره ما بقاش هوايه بس صناعه. دي نقطه مهمه جدا جدا يا كابتن، ان الصناعه دي محتاجه شغل فهم وادراك لمتطلبات هذه الصناعه، وده موجود في كل العالم. صحيح. يعني موجود في كل العالم، بس هو النادي الاهلي سابق شويه الانديه يعني المصريه. والنادي الاهلي بصفته رائد الانديه المصريه فهو خد خطوات تحقيق هذه الطفره او السبق يعني. فانا شايف ان النهارده اللي حصل النهارده في المؤتمر الصحفي مهم جدا جدا، بيدي الاهلي مكانته الحقيقيه وبيدي مستقبل لطموحات الاهلي وجماهيره وادارته. ان الاهلي كل يوم في التطور، كل يوم في التطور. نعم. وزي ما انت قلت في منشأ جديد في الجمهور الخامس، ده مش سهل. في منشأ جديد ان شاء الله ننتظره قريب جدا للاستاد الاهلي في الشيخ زايد. نعم. ده برضه محتاج شراكه. هيجي فعلا من خلال الشراكات. الشراكات فدي خطوه اولى لما هو قادم او للمستقبل. مستقبل. خطوة أولى إن شاء الله تتبعها خطوة ثانية. هو برضه يا كابتن إسلام، هو يعني استكمالا لكلام الأستاذ سامي، هو استكمال لخطة النادي الأهلي في موضوع الشراكات ده. نعم. الشراكات الاستراتيجية زي ما عمل شراكة مع البريد مثلا، لو تتذكر حضرتك في وقت سابق يعني هذا العام، مع البريد المصري، مع الشراكة اللي بينه وبين استادات، شركة استادات وبرزنتيشن، يعني في عارف تحس انه في نوع في فكر ورا هذا الموضوع، وده بالتأكيد بيعود بأكبر الأثر على المظهر العام للرياضة المصرية.